أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام، جيجو أم مالنتي لأداءته تاريخ دي إسلام كبلي تميل لماد تميل لماد أته سنة كون أفر بقل أفرتناد أو إسلام مركز نوافق سن تميس ديدي بلي سي ذات لما كنت تميس سغال كما بميلون كبلا وانه حديث كي صدن إسغالات كتاب كأربعين النووي لإمام النووي رحمه الله تعالى. حديث كي صدن إسغالات أي بني وريها السحابي قل عراو ابن عباس أولاً كسو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. حديث كسودون السجالات جود أهم ما يبقى هذا لي نحرست إلهي سبحانه وتعالى أو أصنفذي ومدن أبو محمد عليه الصلاة والسلام نحرست أو كمدة سد وحي أبد وابن أدن كحديث سوبيان أو دنبأ أو دنبأ أسن إلهي سبحانه وتعالى أصن رافي سد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أي حديث كان ينكب يعني سديد اسم ما بقين الخضء والنسيان وما استكره على الناس يعني ولي قفل صوبي يولي أدعوه المنصن الصوب يولي أه لك يخسبي من دأمه قرق قرطة القوصاري صوبي لك عري سديد اسم ماركة إلهي سبحانه وتعالى ومدس أن رافي نبي محمد عليه الصلاة والسلام. سديد ما بقين أحكام أو لهريرتا حدي قفك يسئي حدي حلمانك يسئي iyo haddii buu sii xitaa haddii aad la kay khasab mid walba ma balay ahkaam goone. qala imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala imam an-nawawi ba aray al-hadith at-tasi' wa al-thalathun hadithki 39aad ee kitabka marwiyun an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala inna allaha tajawaza li an ummati الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن. حديث كرت عبارة إيدي إذن قابنت لكن سديد الشيء وصحن بارسنا أنت سو أحكامك على الناس. قال إمام النووي رحمه الله تعالى إمام النووي ما بأري الحديث التاسع والثلاثون حديثك صدّن إسقالات أي كتاب مروي أمي بالكويري أن ابن عباس عبد الله بن عباس الكويري رضي الله تعالى عنهما وصي أو كيس عباس بن عبد المطلب إيو عبد الله بن عباس الله كرار نغدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي نبت جليد النهرس ربي سبحانه وتعالى إلهي كركس ويلا قال رسولك ما يري إن الله إلهي تجاوز إن دافي لي أنا لأجلي درادي إن كنت دافي أن أمتي أمدي إلهي سبحانه وتعالى أمدي أن دافي الخطأ عملكي قفل صوبي إيوا النسيانة عملكي منا حلمان لنكتب إيوا ما ولا استكره لك خسر عملكي لك خسر عليه عملكاس يعني سديدا شيء إلهي سبحانه وتعالى أمدي أن دافي إن الله إلهي تجاوز لي إن رافي عن أمتي أمتي هكشو أن رافي الخبأ ولا قفل صوبي أو دنبأ والنسيانة ولي واجبات أو حلمان لن كتب إيو ما ولا لغي استكره لك خصبه أو من دق غورت لك ساري أما قرو غورت لك ساري عليه عملكاس كورجي صوبي لأرى أو دنبأ ولي الدنبأ أو سلق خصبي أمرك أساس أسوك صوبي إلهي سبحانه وتعالى أم رافي رنوك صلى الله عليه وسلم. حديث حسن حديث ونكسوي رواه أبا وري حديث كان ابن ماجه يوري والبيهقي إمام البيهقي ما بكوري في السنن سنن الكبير أما سنن الكبير كوري يعني أخرجه ابن ماجه ابن ماجه حديث كان حصاري ابن حبان في صحيح يا كوري دار القطن في سنن الكبرى يا كوري في سنن هي كوري
بيحق إنما بكوري في سنن الكبرى مجلد كتضبعات حديث كان سيد بغل كنتم إليهات إمام الألباني ما بليا حديث كان صحيح وير في مشكات المصباح كتاب العرب في مشكات كتاب العرب وسنة كصحيح. قال إمام النووي رحمه الله تعالى إمام النووي ما بقرأ الحديث 39 حديث كصدق يسجع لاب مروي ما بلكوري أن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي نبت جديد نحرست ربي سبحانه وتعالى كركس هات وقال ميري إن الله إلهي تجاوز ما بأن رافي لي أنا عن أمتي أمضي أن رافي أمضي إن كنت رافي إلهي سبحانه وتعالى الخضأ ولاجي عمل أوحن أو قفل صوبي والنسيانة وحيابه واجباتك أوك أسكتبه لكن أسحل معمي إيوة ما ولاجي استكرهو لكو خصبي عليه كركس يعني أدونك ولي لكو خصبي قرر لن قاد ذي لن أسك أبود بدن أسأري ولا أنصوب بها ذكر نفتل لكو داسي لأري إلهي سبحانه وتعالى حدي أس أدونك أسصوبي أدين بنأته إلهي بن عافي. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي في سنن. قال إمام النووي رحمه الله تعالى إمام النووي ما بأري حديث الحديث 39 حديث كي صدق السجالات مروي وما بالكوري عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وسي او كيس عباس بن عبد المطلب الاكرام نخضع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي قال ماري ان الله الهي تجاوز لي ان دافي الهي سبحانه وتعالى ان دافي ان امتي امدي ان كدافي الخضا والجفن صوبل إيوا النسيان والحلم يا إن كتبت إيوا ما ولا جب استكره إيا لك خصبي أمضي عليه قرشه يعني أمضي ولا إيا صوب بدأ خصب أهان لنك خصب قرر لنك آذ من دل قرط لك سار ولا صوب الأر يعني ساس إيا كصوب إلهي سبحانه وتعالى أمضي دافي حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن يعني حديث حسن أيوة رواه ابن ماجه ابن ماجه كتاب كسكوري يعني حديث لما يكون يا فرتن إشانات يا كويري ابن حبان في صحيح يا كويري تضبكون لما بولت من سجالات حديث كويري إمام الدارقون في السنن كويري مجلد كأفراد بقول تضبعتنا كويري إمام البيهقي ما بكوري في الكبير كتاب كبير العراق يا كويري مجلد كتضبعت سيد بقول كنتين تضبع إمام الألباني رحمه الله تعالى أصونا كتاب كمشكات العراق حديث كان صحيح ويسكري ويلي بما بان إذيك سيدي حديثك لهيدون ليكون لما بقول سيتون إي أفراد إخواني في الله حديث كان سيدي قيبط أصحان بارسني وإله سبحانه وتعالى نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومدس أص أنفسحي ما بك مدى الخضوء والنسيان والاستكراه يعني جف إيه حلمان إيه ولي لك خصبي مرك ما هو الخضوع كيف كما لا أي يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد عمل صوبي وصوه مأنها كس انكو هاين عمل هنا قلنت الله قال مرك كس انكو هاين وهي بس مرك إلهي سبحانه وتعالى أدونك سن دافي قال أهم مرك ومدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلهي كشرفي والنسيان والنسيان ما لأري ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل يعني شيء أو هردانكي قلبك هان كرينة أو هردانكي نانك جرنة أو ماركي أسهل ما مل لجيد مارك والاستكرار مل لجيد أي يكره شخص على أي يكره شخص على عمل محرم ولا يستطيع دفعه يعني شخص أنت لك خسر عمل أما والشيء أسسوبيا أو إلهي سبحانه وتعالى كتابكس كحرمي أو هدن يسون إن أبو ذكرن لنكوسك خسبه أنت سو إسك الدفاع كاسل على مرك سديدا شيء مرك الخضوع والنسيان والاستكراه إلهي سبحانه وتعالى لم أضر داري يا قرآن الكريم كان حق أرارتي أما الخضوع والنسيان فقد قال الله عز وجل يعني استكراه هرت قرآن كأراري نسيان كيو خض أجنه قرآن كلا بحق أراري أما الخضوع والنسيان فقد قال الله عز وجل إلهي سبحانه وتعالى في سورة البقرة آية لما بقول سيتم إليهات
إيه سورة دمارش إلهي سبحانه وتعالى ما بكر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. سورة الأحزاب عاد شنات إلهي سبحانه وتعالى سورة البقرة ما بكري ربنا مؤمنين ما بكرين ربنا رب جنيو لا تؤاخذنا ننقب سطوي إن نسينا هذه واجبات أذا نصارتي هلمان أن أنكتبنا أو أخطأنا ولا أذن نور ريبتين ونؤمن جف أهان أن أنصوبين إلهي سبحانه وتعالى وايهي ياري كما في صحيح المسلم حديث أو نبي محمد عليه الصلاة والسلام إمام مسلم حصاري مركي آيدون يهدكتي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نبي صلى الله عليه وسلم مركي مؤمنين تيو إرن إلهي وننقب ستوري جف أهان أن أنصوبين إيه ولي أو هلمان أن أنكتبنا إلهي ما بأري واي هاي مسيم قبصدو. وقال الله عز وجل إلهي سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب عيد الشناد ما يبقوا كلها وليس عليكم جناح وليس معهن عليكم كوركين جناح والدنباه كوركين ما إيه فيما أخطأتم به ولئسن كجفتان أو جفأهن إسن أنصوب دان دنبا ما يسين كقراو ولكن لكن ما يدنبا لسين كقراي ما ولاغي أو تعمدت إن قسدو قلوبكم قلبين ولي قلبين إن قسدو قوان ديرو قوان كديرتانو مركز إسن صوب دان لكن ولي بقف إيه إسن صوب دان إلهي سبحانه وتعالى مسين قبص دواي وأما الإكراه أما حديثك قابتس الدهات الاستكراه شيء هذا لكي خصبه وهذا الصوب دو إلهي سبحانه وتعالى كين قبص دان في سورة النحل آيات بغول يلي هذا قرارتي إلهي سبحانه وتعالى مري ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلهي سبحانه وتعالى مري من كفر بالله لأنك إلهيك كفر كلمة الكفر أو أفكسة كبات من بعد إيمانه مركي إلهي أسخر ماي كبعد أو قالو أو أما كلمة الكفر كحذل لانكاس من الناس دي أسوان قاله هو إلا من لكن ما بلها قريبا شخصي أكريها لك خسب كلمة الكفر قالوا يا لاري كتاب كان كروكسو يا لاري نبو محمد عليه الصلاة والسلام آية لاري إلهي آية لاري سيديا صوب كتاب كروكسو دي أما إلهي آية وقلبه قلبه اسن مطمئن من حصلنا بالإيمان إيمانك كحصلنا قلبه اسن إيمانك كجر نكون قريلا قادة ملاري كتاب قرآن كان كروكسي أما ميلر إلهي آي أما ميلر النبي محمد عليه الصلاة والسلام آي لر نفس ديسنا يكو بيت بيت سيدي لنكاسنا خرونك أتحدد إلهي آي وايت انتي كوكوس يو أما دي أو كتاب قرآن كان كروكسي دو وايت انتي كوكوس يو لنكون هن رول لنجدو دي لنكون جيج مكتنما غالي إلهي سبحانه وتعالى آي أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام آي أما كلمة الكفر كلك دواخي لكن قلبي اس مركز حصلني إيمان كجر لانكاس ما إن هاي سدواي مرك ولكن أي بلن هاي سد من قفكي شرحة كفيديو بالكفر قال نمد سدران قلبي كفيتسن لانك قلبي قال نمد كفيتسن تو أسو أو فضو أو مينا هردان كبي إيم بلاو لي فضاي هذا اللي أرى كتاب القرآن كروكسو كروكسو دو uso gurna hanin qaadan uso walbana min din hanin qaadan ma leer kitab quraanka kuruugsoo ilaahay ay xorle bika ay hay lan kuuna meena dilkisna ma fadahay ama lu gur guray saas dartay an kuruugsi markaas lan oo dinti ilaahay subhanahu wa ta'ala hornaan kibo su ku baha fadahay way markaas gaalnimadis banaanka koos mar walakin man sharah lan ki ka sharah bil kufri gaalnimada sadran galbaje an galad لكن قلبك هدو سفيا ويو او افعال كي ليلو كو هلا او لنكاس او اسو قروي هنقاذ اما منديد هنقاذ اين رنكو اتلاف ده فعليهم ميبا كورجان اقدي مركاس غضبون رف الهيه كدية مرك رف كي الهينا نارو فعليهم ميبا كورجان اقدي غضبون رف كي الهي او من الله الهي جسكو كوي ولهم ميبا لين عذاب عظيم عذاب ايدي ايد ام بدن اللين اخواني في الله مركا عايدون أو من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سبب النزول اللاهتي سببتها ان دكتين حلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وسكنوا على مكة المكرمة قال ذا او قعن سريتي او مسلمين تكي دين تحقال او الله عذابي شيدا كوركل كساري ميك لنهيراي ذاتكي او صحابة رضي الله تعالى عنهم او قبيل جو انسارينا كي هم مسلمة لد لجري هذي قبيل سر كتار دين كي دين تي اسلام كنقالين ولما يكو غورسدان ما نمي لحظلان ملما يكو لفر ايدان قال ما بسو بي جرتي هيرير كي جناسي حتى انقوي جرتي مركا صحابي اللي ارو ياسر رضي الله تعالى عنه ما بهاي دتكله أضون صدايو شيدو كركل كسارايو هذا قورتي الانجليه مقال مكل كوري جاهاي ما لن تدم بمركا قال دي بو بي نايت ما بكسو بدنتي يريد لدكي او منا شيت دداب كل كركل كساري ما انت نفت كوبهاس هديك النبي محمد عليه الصلاه والسلام اي لري نبي محمد عليه الصلاه والسلام اي سنم كان لاتي يو ازل ارونا ilaahay way dheh yaleer mark markaasa nafsadiis markii la han dhakid us arag ya nabi maxamed alayhi salaatu wa salaam ay asnaamtina ma ray rabbigay way subhanahu wa ta'ala asnaamtu ma rabbi in yaleer ma sha allah idi idan fayla talari figi us in hirna yallo kufur ba leer mark sahabigan marka may ba ogaaday intu us kalimatul kufr us ka dhawaaqay مرغا درامي مركاسا حرارة نبي محمد عليه الصلاة والسلام عن قوي رسولك إلهي وقيق سدا إقبصتي مركي أنا اللي إد لما أغي يما يبا قفور ذا النفتا قفور ذا انتي أنا كعايو دينتي إلهي والأنلمو إلهي سبحانه وتعالى إن قفو مركاس أسنامتي الله تي أزل إراي انتي ربي سبحانه وتعالى كتلمام مركاسا نفتي قفور ذا ساسا ولي ها ما شاء الله حدي حد حنقدان او قالدو كقبص ذا حتى ساس ويل اري اي اي اري نبي صلى الله عليه وسلم الهينا اي دينتي الهي سبحانه وتعالى اي اصنام تسنا او يو ربي يو كتل ما ميغنا نفتق فرير نبي صلى الله عليه وسلم اسلم مركب الهي سبحانه وتعالى ما بهدجي اي دون او اه من كفر بالله لانك الهي كقالو من بعد ايمانه مركوس ايمان ردمي كبعد قال نغذين الا من لكن ما بالله كريب الشخصي اكريه لكو خصف قال نمداز وقلبه قلبك اسم ميل فضي مطمئن بالإيمان مت إيمان قلبك يك حسلا قلبك أفكلي أفكبتو أولاس ملا أفكلي مكو إرنها قلبك نلف يريه إله سبحانه وتعالى شخص قلبك اسم مركز كشق لمرك ولكن من لكن شخصي شرح أو مئنا كواسع صدو أو كشرح ده بالكفر قال نمد سدران قلبك اسم قلد فعليهم ما بكرجون نقضي غضب من الله رف او الهي هجسكو كوي يكديه ولا هم مبا اسكولين عذاب اسكولين عظيم ايد يدن بين اقواني في الله حديث كان فائدون فربنا كو حلان مر فائد كواد او ايه اتسر سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده نحرستي الهي انتي يبلا رنته ايو دمرنت الهي سبحانه وتعالى اس انقب او دومدس مركي إلهي سبحانه وتعالى أسكو قرق هذه دنبغ إيو وحيابه إيو حل مامين وحديث كان سديد كيبها كوروري الخضع والنسيان إيو ما استكره عليهم إيو ولي بلوك خصبي مايك لك فائدة سداني أن جميع المحرمات وحيابه إلهي حرم إبنان في العبادات وعبادوين كجران وغير العبادات إيو وحيابه إلهي عبادات سمحين إذا فعلها الإنسان هدي أدنك أسسو بجاهلا أسو جاهل أسكي أو ناسيا أما حلما سني أو مكروها أما هدي لك خصب فلا شيء عليه والقرآن نقضوا من لأو الدنباء فيما يتع... في بما... فيما يتعلق بحق الله يعني وحيابها ذنوب تلقى له أما قف أهان لنصوبيو أما نسيان أهان لنصوبيو أما لقي خصبو لمن شرق يبسمان لمن شرق يبسمان ما يوايه وحيابة إلهي حقوق ديس كهيرن إي وحيابة الضوامة حقوق ديو كهيرن حدي وحيابة لكي خصب الضوامة إلهي سبحانه وتعالى حقوق ديو كهيرن مأنها جفكاس إيو نسيانكاس إيو حدي أدى لكي خصب يعني شخصية كي خصب الضوام إلهي سبحانه وتعالى مقف مسلم الدلة لكاري قولي لكين دي ولا نكون دلة لكاري قولي كي أدى كواسي كواكي سيدي أدى نقول لكواسي واي لكن حقوق إلهي سبحانه وتعالى أن قصيته أس إسك له
haddii la ka eri suubi ilaahay aaya la ka eri, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhimid aaya la ka eri, malaa'igta aaya la ka eri, kitaabka qur-aanku sunniha la ka eri, taas maybe waa xuquuq ilaahay subxaanahu watacaala ka dhahayto waa iyo odoonkiis. Marka haddii aada suubid ilaahay subxaanahu watacaala taas keen dhaafe oo shaqsigaas urug ha keen qaadaan bishardi intii iyo runku eto waay marka intii iyo runku eto. Laakiin odoommada kale waxyaaba aan dhexay oo kale iyo suubi la keeray suubidi adan lakiin qisaas way marka waxyaaba ilaahay subxaanahu watacaala xuquuqda ka dhexay usii odoonkiis maba ka mid ee tusaale ahaan rajulun qofaa takallama ka dhaha hadalay fi salaati salaada usoo salaad ka jiro lan hadalay yadunu maba malaya anna hada alkalaamu jaa'is micnaha salaada intii laka dhaha hadal intii isqubinawta ka alahay shaqsigaas falaa tubdilu salaatuhu salaadiis miburaas liannahu jaahilun mukhdi'un irtakaba alithma an gayri qasdin nin jaahilku ewaay oo gafay oo dembigaas usooynin qisidaana gali waay yacni salaada ka jir markaasa salaadiya ka dhaa hadli maba maleyay salaada intii laka dhaa hadalo intii isqubinawta ka alahay marka taas gifa kacto waana jaahila ka eyi waana xuquuqdii ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiis us iskalahay waay ilaahay subxaanahu watacaala taas an dhaafe waana nas oo xadiidana langhaay oo xilligii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrintaas dhiidi mucaawiya bin xakam saxaabi la arow radiallahu tacaala canhu iyo maalin maalmaha kamida meybaa la galay nabiga salallahu alayhi wasalam salaada la galay saxaaba rasuulka salallahu alayhi wasalamna nabiga gadaalisa ku tukdayan markaasa mucaawiya bin xakam meyba dheegay dadkii musalliintii saxaaba rasuulka salallahu alayhi wasalam kumid haayeen nin hinjisuudi langa hinjisuudi markaasa usuuna meelay alxamdulilah salaadiya ka dhaxdalaysa shaqsiga markuu us alxamdulilahi salaada dhatee ka dhaxar micnaha salaadi haddii us micnaha shaqsi us salaada intii laka dhaxdala intii iyo binaawto iyo intii iyo inan binaawayn haddii usan ogayna salaadiis ma buraas haddii usu ogiy alxamdulilahi art salaadi sore ku buraas yaani lan haddii hinjisuud may lanka talgala intuus er alxamdulilah iyo lanka targe salaadi dhatee alxamdulilahi ka eri haddii usan ogayna salaadaas intii iyo buraas intii kale dembigiis ma hayso haddii usu ogiyana ku buraas way marka marka mucaawiya bin xakam saxaabiga la arow langa meyba ku dheegay oo safka koowaad ka jiro alxamdulilah yari markaasaa usuuna ma eray yarxamukallah ilaahay kii unaxariisa yari dadkii kale oo salaada ka jiran oo saxaaba rasuulka salallahu alayhi wasalam kullisho hundhaha ku tegin haddana haddana xadalka lamaad oo dembiga kale usakagalay salaada ma haytay markaasa meere waaf kala umiyaa aana beelooshin maha oo fiiriyaasan eri alxamdulilah lankun usa eri le anana yarxamukallah eray may hundhaha inka teegahaytan eri haddana salaadi dhatiya markaasa haddana dadkii saxaaba rasuulka salallahu alayhi wasalam meba guda galeena galnyaajo intii jiirojo ku tuman oo intii iyo aamusyan aamuso aamuso aamus i eran markaasa isku aamus yari markii salaada laku bahi nabiga salallahu alayhi wasalam mayba haaya marka nin eedi eed mucallan fayle oo si deganaan dadwal anka sheegayo markaasan mucaawi meere biabi huwa wa ummi aaday i aawkay nabiga ay ku furdo maa ra'aytu mucallaman axsana tacliiman minhu maa karahnii walaa shatamanii walaa darabanii weligay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam macallin usu ku fayle mahay marneeri may wale dembigaas markii salaada aan ku gali maana inacna maana i eebayna maana i aayna maana i tugneeri wa inamaa qaala mayle bi erey mucaawiyow ina haada asalaata laa yasluxu fiiha shay-un min kalaami annaas inamaa hiya attakbiir waatasbiix wa qiraa'atu alqur'aan ee mucaawiyow salaadun micnaha kalaamka bani aadinka dhatis intii lahaku qaada maxaboon maylay buwa salaada mashquulka aad ka galaas maylay xaaboy takbiirta allahu akbar subxaana rabbi alcaala wabixamdi iyo qiraa'atu lqur'aan khalaasa la fadee marka marka xadiidkan may ku faa'iidaysadaan ikhwaani fillah mayba ka faa'iidaysadaane sheega haddii aada jaahil aad ku ata oona sheegaasna ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiis ka tacluq ilaahay subxaanahu watacaala kiin dhaafay haddii gif aad ku gal mithaal kale mayba ka mid ah rajulun yusalli lankoo tukuday lanka markuusu tukudow fastaadana alayhi rajulun usoo salaad ka jiro ilbaabka lan hangaraacay usoo salaad ka jar iyo ilbaabka la hangaraacay faqaala markaasa meeray tafadal
حدوه وحقل يا رمارك سلادي يا كجر اوكتا حدوه وحقل اري نسي انه في سلاتي ما بهل ما مي سلات انتو سكجر اوك مينا هل مامي فلا تبطلوا صلاته سلاديس من براس لانه ناس ولم يتعمد الاثم مينا ما بهل ما سنيا سلات انتو سكجر هل مامي ما بيسري كوكبل لحانسي يهوى ياري انوا يلري حقل وداو يلري مارك سلادنا كجر سلادس مك براس ما ولي دمبغاس من قصد هل ما كان نقدر مارك مثال قال اه الهي سبحانه وتعالى الدونكس انت عفا ما بك مده رجل اكرها لانكو ما بلك خاصه بهدن اي اكل في نهار رمضان فاكل يعني الشخص انت قر له عن قاضي يما اللي اري خياشينكم اما تمرتم عن حدك لك وقوسيه لانكي مارك ما بسوبي انت بكو لك سي لا راشينك يا عامي تمرتي عامي وانا كدري ولو الذي سبويسدي فلا يفسد صومه صوم يم فيس هذا لأنه مكروه لك حسب ينقص لكن بشرط في الإكراه أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به ما أكره به شرط ما هو شخص أو ذا ولك حسب أو أنت تصلح أو هن راجه جيريو إسلام مركن الخنق أتحدث خياشين كس أصع عمو لانكون دلو لكن لانكو إسق صعب يمايك أريد way raashinkun aan haddii kale koo koosiya saas ahaa aanti adan taas may koofado ama shaqsi adu ko abood yaro koo yaro koo laf koo naf yar marka aad qabato hoggaad ku gamaasiya may ka aray raashinkun aan haddii kale kidile raashinkan saadi aad saaska aanta dimbaawa soonkanu bure waan xarnaqo la koofade maalintaasna wali ka dhiman soo maswa mar marka mithal kale oo afraad سائم أكل يظن الشمس غري أن الشمس قد غربت ننسو منا وصو أن ملايو يريد أن تريد يرشين آمي مارك دم رشين كماركوس آمي بيوس أسوارا بيا ما بأرجعي يريد أو بنان كتال أما دتك ما بكتيجي ما يريدون ما يأسو جيجل له تمي كوسا واي تمن ساواي أما لا لسر مارك أسمع با أن أدات يريد أن تبنان كباتي lanka sonje usuna mako furu maw maano ko furu maw sonje na injera wali iriida ka dhiman oo markaasa isku soo meh maana hakku nagaw taasna ma baa kamid ata nicmooyinka ilaahi subxaanahu wa tacaala oo sukamanaysadi odoomidiisa kamid ata ilaahi subxaanahu wa tacaala ma baa arayaayo aladiina aamanuu adiicuu llaha wa adiicuu rasuula wa uli lamri minkum fa in tanaazactum fi shayin faruduuhu ila allahi waalrasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir ذلك خير وأحسن تأويلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لما ظن أيضا إله سبحانه وتعالى ما بنينك عبد أي حد شيء سن إسكو قبصتان ومن أمور الدين دين تأمر جانا كمدة ما بل سن وتعالى قليش سد مرحلة ضد مرياسا سديد مرحلة ضد اسم مرياسا أولا هارت كتاب إله أنبان لكاسا وثانيا سنود النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنبان لكاسا حد له قواي قياس اللي استعماله والمذي أقواشه يلي دليش ده إلينا ما بير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله شيء اسم أموره الدين تكم ده إسك خلافتن إلهي أنتال أرنتاس إلهي نجاسا مثال شناد أو وحيابه إلهي سبحانه وتعالى الضامدس أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمدس كم ده لن أفيا ما بكم ده رجل جامع زوجته في نهار رمضان حرتوا ما بجامعي ama angal mooday maalan ramadaan ata wa huwa ya'lamu usoo og annal jamaa haram anti jamaa oo xilliga oo ramadaan ka anti haram atin ugiyo laakin la ya'lamu annahu anna fihi kafara laakin ismu og anti kafara ku waajibas fa hada talzimuhu alkafara kafara lu qufada nankas yaani nan ramadaan lu roogo oo xilli soon atin lu roogo iyo naagtis maalan adeen galmooday laakiin ogiye intii galmada maalin aday xaram atus ogiye laakiin ma in ogaayne kafaaranti ku waajibas leey in ogaayne ma balla ku qaaday marka intii isu waxyaabahaas oo dhan ogiye ma ba ku waajibas kafaaranti usu soobe ma wale nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam maalin maalin ma kamida ay ban koy hartugo xilli ramadaan atumaari rasuulki ilaahay geeg aan helaagsimi may ka daari laari naagtay ramadaan iyo atun iyo aan galmooday nabigu sallallahu alayhi wasallam ma ba amray itqu raqaba qor hureelaari ma aboodu koraari lama bilood iska higta soo ngalaari ma aboodu koraari
diidan qof oo quudiya leeri ma abudu koraare nabiga sallallahu alayhi wasallam isku aamusi marka kobaadi albaabka ah wax ku galay lan oo dambiil timir ku buut wado oo nabi maxamed iyo saxaabe rasuulka sallallahu alayhi wasallam intii markii iriida dhiida ku afuran fadaw sheeni markaas maaray xoo dambiilun timirta qaad ee banaanka la bax lan isku ku sadaqaysay markaas maaray rasuulki ilaahay oo sidaa lan ka sadaqaysay iday walka gaaj badan male magaalada madiina ama lamadan buurood inteen dhexeyd lan geegi gaajo ehelkii ka gaaj badan male anay ba aan baahan nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu isu qosoli oo meenaha guus dambeedkiis la arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam hoare in wareerido ba qaaday mithaal kale ikhwani fillah rajulun zana yaxsabu anna zina xalaalun liannahu caasha fi gayri bilaadi lislaam wahuwa xadiiu lcahdi bilislaam falaa xadda alayhi liannahu jaahilun xayu aslama xadiian walam yadri ana zina xaraam fa qowluhu maqbuul ikhwani fillah mithaalkan mabaliya xartigo yanaa ku zinaysay xartigii maba malayay zinada inti isu xaaranba nhayne isku banaawto ti ad aragaas koraaso ku degaas leba nhaysad ma wale maba ku noolay bilad oo muslimiinta in deganayne meel gaala khamrada la ku waraabayo liis korkoraayo liwaadka iska banaawiyo meelahaasa ku kore markaasa diintaha diinta islaamka hagali markaas haddan usoo walyar lay diinta islaamka ka jar iyo zina suubi usoo angmalayo beledkii usuku kooy amal beledkuna intuu iskeeyey lankaas maba laka aqbalay hadalkiis laku aqbalay maana may dilow ee haddii guur hamarayn may dilow haddii oo micnaha guur hamarnayn may karbaasho may weelayn walaakiin yani maba ku noolay bulsho oo micnaha liwaadka iyo isfufuulowka oo agtiyoba xalaal ku ata oo waaba inshal ogaayn oo bahaa'imta oo kale in iskorkoraayaan marka shaqsigaas marka cudurdaara loon suubiya iyo oo marka xadiidkan oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oanu ku qaadaan walaakiin low qaala rajulun caasha bayna almuslimiin laakiin xartigo haddii uusu ka dhex noolay meel muslimiin rug ku dhex noolay laakiin innahu laa yadri ma og ana zina xaraam inti zinad xaaraam ata ma og laga zinaysidi oo meel muslimiin ah deginga ku noolay zinada laakiin maba nhaysida intii xaaraamba nhayne isku banaawto fa innahu laa yuqbalu qowluhu wayuqaamu calayhi alxaddu lankaas hadal iyo may ku weelow maadaama muslimiin dhatii uusax ku kori xadka la kordhoway haddii guursidi la dilay haddii aan guursinan la karbaashe mithaal kale oo todobaad rajulun zana wahuwa yaclamu ana zina xaraam lankoo zinaysidi usa oo og zinada intii xaaramata laakiin laa yadri ma og ana zina almuxsin calayhi rajm lanku maba ogya zinada intii xaaram ato kitaabkii ilaahay xaaram ka ata rasuulka salallahu alayhi wasalam sunadiisna xaaram iyo ku ata ogyo laakiin maba ku moqona zinada lanka haddii usu zinaysad ha guursadi intii micnaha shiidli ku dilaan ogayn ama inti liis karbaashaan ogayn wa qaala annahu low calima ana calayhi rajmu maa zina markaasa meeleer ma in zinaysad wallahi haddii ana ogaada lahay geega intii lanka zinaysada oo guurka hamari yani shiidli ka dila mazinaysada lahay naari lankaas haddii guur hamari la rajmiya ma weele maba ogya horta xaaraamnimadee ma oga ahaa xaaraamna wali xaaraam ah haddii laka dhiyoon wali ka rataba maunu intiisu ogaada khasaba ka hadal lahayti idan shaqsigaas markaas jaahil way ma ero kor laakiin haddii usuun ogayn bulsho oo muslimiin anahaan ka dhex korna meel baadiya oo micnaha zinada iyo waxyaabahaas oo kale laylaka taabacuna haddii usu roogi shaqsigaas may dilo mithaal kar ikhwani fillah rajulun ukriha calaa qatli insaan wa qaala lahu lmukrihu imaa taqtul fulaana laqataltuk gorilikiin dhiibay mayba la ka eray shaqsiga intu surin argahayta haa kow kasiya la ka eray haddii ada kow kasii waayta adigki dilee la ka eray marka suubii kortee shaqsigaas inteeda dillo oo naftida aad ku badbaasad awood maba anglata marka shaqsigaas inteeda dillo awooda anglata antii shaqsigaas likiin hirdhow aada dili lahayti goro likiin dhiibi lanka goro likiin dhiibi intiad habaad ku dhowto likiinka talagale waayo shaqsi oo meenaha adana ha ku weerari shaqsigaasna ha weerari maadaama awoodbada lata aad weel dili korta lankuna dilaas oo goroga ka amaraya dilaas laakiin haddii lankaasaas aada ka dil tolkii iyo qaraabadii isu ka dhaladi mayba iyoon xaq inlayn intiyo kiin afyan inti makoo qaadan ama intiyo ka dilaan sidiidaasba banaawta waxyaabaha layska khasaba lama waay
mid oo asal ahaan diinta ilaahay subxaana wa tacaala ba xalaal ku hayti, sida soonka. Maalin soon ata meel way ka aray isku fur, haddii aad furu waayto biyo aad waraabu waayto ama hunguruun aad aamu waayto koo koosiya anti koo la koosiya la biyoga sa waraabas. Asal ahaan ba micnaha ilaahay subxaana wa tacaala meel banga talagalay inti biyo la waraabo oo cuntadaas la aamisa. Ado oo micnaha haddii salaad masaajid ha ku batiya meel la ka aray kanagoy afar rakacood kala tukuy, haddii kala koo koosiya nagadaas afarta rakacood tukudaas. War walaalayaal, haddii la tukuday idhaafa maya, haddii aad salaadun aad kanagadu wayto afar rakacood kala aad tukud wayto kidile la kari intii aad idil lahayd afarta rakacood tukuday maan ilaah subxaanahu wa ta'ala ku dhawaade waxyaabaha xeebta kale oo asal ahaan ba diinta ka banaawayna. Haddii la ka amar ma weelas aadi aad ka dhali walaala yama bal kar inta likin kiir, haddii aad fuul wayto kowa koosiye markaas fuulas marka ma fuulas way marka. Haddii aad fuul wayto aada ama walaala ama inaada ama waxyaabihii oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala antil lan galmooda xaaraam ka dhiki yama la kaare kor, haddii kale aday meena ko koosiyan mise nafsirka baba ku qoraana la kaare mo weelastaas dila ku higa dhe marka dila ku higa dhe ama anti awooda iyo ata meena degaalan way marka anti iyo awooda iyo ata degaalan anti iyo awooda ata degaalan may la kaare khamrada xaaraam wal waana loo ogyahay kitaabki ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaaraam ku ata sunnadana maxamed calayhi salaatu wasalaam dhatay xaaraam ku eta may la ka aray khamradun waraab haddii kale kuwa koosayana la ka aray khamradu waraabastaas bishardi shaqsiga kuwa koosayana kulley inti run ku eta waay, laakiin hal mar le afku ku eray khamradii hor ku waraabe hordhaankiba khamr waraabo diyaaran hayti waay marka hordhaankiba khamr waraabo ya diyaaran hayti may la koofaday shaqsiga aad walaalkii khasabow runu ku eta haddii sheegan aada suubi waytana xabada kii taal way marka khamragaas waraabas may weelay ilaahay subxaanahu wa tacaala shaqsiga markii usu oon haaya oo meel egin a usu roogo walkal waraaba un lahayn oo markaasna naftana ilaahay subxaanahu wa tacaala ee haddii khamragan aad un waraabnayna kow aad eraaso meel aad ku dhimadaas khamradaas waraabas naftaa ku badbaadsaas way marka. Ikhwaani fillah, hakanagnay xadiis قال إمام النووي رحمه الله تعالى إمام النووي مبري الحديث التاسع وثلاثون حديث كصدون يساقالات مروي مبلكوري أن ابن عباس عبد الله بن عباس الكوري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك مري إن الله إلهي تجاوز لي إن طافي أن أمتي أمديه شه أن طافي الخضأ جففك إيوى النسيانة حلمانك إيوى مستكره عليه والألال ولاغي أمال أو خم أو لكو خصم أولي لنقاذ ama mindi lan qaado qoorta la ku saaro suubiyaasi haddii kale ku dilay leh ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhaafeer nabiga sallallahu alayhi wa sallam hadithun xasanun rawahu ibnu maja wal bayhaqi fi sunan wallahu subxaanahu wa ta'ala a'lam.